السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم أخوكم أنس محمود. بالحلقة الماضية تكلمنا عن تسريبات نينتندو ومايكروسوفت، فالحلقة هذه راح نتكلم عن تسريبات سوني ويوبيسوفت وبعض الشركات الثانية. طبعا بعضها راح يكون تسريبات وبعضها شيء رسمي مثل حق يوبيسوفت. ونبدأ في سوني الحين. تسرب مؤتمر سوني واللي راح ينعرض فيه جيم بلاي للعبة ديستني على البلايستيشن 4، وعرض للعبة درايف كلوب تنزل في 7 أكتوبر. جاد اوف وار 4 راح يكون لها عرض رسمي، ممكن يكون ريماستر جاد اوف وار اسنشن، لكن نتمنى انه يكون هالتسريب غلط ويكون جزء جديد لها. جيم بلاي لأول دي ال سي للعبة انفيمس سكند سن، وعرض جيم بلاي للعبة ذا اوردر 1886 على البلايستيشن 4. عرض للعبة انشارتد 4 ذا سانكن بليد او الشفرة الغرقانة، راح تكون مدتها حوالي 3 دقائق حسب التسريب، وراح يكون افضل من ذا اوردر 1886 في العرض. ذا اوردر سووا لها بث مباشر على تويتش عشان يفسحون المجال لالعاب ثانيه عشان تنعرض في المؤتمر وكذا. عرض جيم بلاي لواتش دوجز، اللعبه راح تكون نازله من قبل، يعني ممكن يعرض لها اضافه حصريه للبلاي ستيشن 4 او تحسين في الجرافيكس او اي شيء زي كذا. كالعاده راح تنعرض لعبه ذا لاست جارديان اللي صار لها اكثر من 7 سنوات واحنا ما ندري ايش قصتها بالضبط. راح ينعرض المشروع الجديد حق غوريلا جيمز اللي ممكن يكون لعبه ار بي جي. راح تنعرض مجموعه العاب اندي للبلاي ستيشن 3 والبلاي ستيشن 4 والفيتا، منهم راح تكون هوت لاين ميامي، وممكن مطورين لعبه جيرني ينزلون لعبه جديده راح تنعرض في المؤتمر، مع لعبه امونج ذا سليب اللي راح تدعم لبروجكت مورفيوس. راح يعلنون كمان عن مجموعه العاب للمورفيوس اللي راح تنزل في 2015، يعني ما راح تطول مثل ما توقع بعض الناس انها راح تتاخر سنوات اكثر. كمان راح ينعرض شيء مختلف ورائع في المؤتمر حسب بعض هالتسريبات، مباشر على المسرح مو شيء مسجل مثل عروض الجيم بلاي الموجوده. الالعاب المتوفرة للتجربة راح تكون Alien Isolation على البلايستيشن 3 والبلايستيشن 4، Batman Arkham Knight على البلايستيشن 4، الملتي بلاير للعبة Destiny على البلايستيشن 4 راح أخيرا يقدروا يجربوه، لعبة Disgaea 4 على الفيتا، Drive Club على البلايستيشن 4، EverQuest Next على البلايستيشن 4، Hitsun Miku Project DIVAF سكند على الفيتا، هذا اللي اسمه مرة طويل، Lords of the Fallen على البلايستيشن 4، Natural Doctrine على البلايستيشن فيتا، Planet Side 2 على البلايستيشن 4، The Order 1886 على البلايستيشن 4، Ultra Street Fighter IV أتوقع أنه IV هي 6 على البلايستيشن 3، Watch Dogs على البلايستيشن 4. طبعا مثل ما قلنا راح تكون اللعبة نازلة من قبل، يعني احتمال يكون في لها شيء حصري البلايستيشن 4 أو شيء زي كذا. بالنسبة لمؤتمر يوبيسوفت هو ما تسرب، لكنهم رسميا أعلنوا عن الأشياء اللي راح يعرضوها في مؤتمرهم، وهي Assassin's Creed Unity تنزل في خريف 2014، Far Cry 4 اللي أعلنوا عنها من فترة قريبة بتنزل في شهر نوفمبر 2014، The Division بتنزل في 2015 لكن ما حددوا في أي شهر أو ما حددوا متى بالضبط، لكن توقعوا أن نشوف مقلب كبير فيها بالجرافيكس مثل ما صار مع Watch Dogs، The Crew بتنزل في خريف 2014، Valiant Hearts The Great War بتنزل في شهر جون 2014 يعني الشهر الجاي، والعاب ثانية ما راح يتكلموا عنها الحين لكن راح يتكلموا عنها في المؤتمر. تسرب انهم راح يعلنوا عن جزء جديد للعبة رينبو 6 اللي ألغوها اكثر من 3 مرات وهي تحت التطوير، وممكن يعلنون كمان عن برنس اوف بيرشا جديدة. طبعا شيء المشترك بهذه الالعاب انه ولا واحدة منهم راح تنزل على الويو. خلونا الحين نتكلم عن بعض الالعاب الثانيه او بعض مؤتمرات الشركات الثانيه، وهي اول شيء EA قالوا انهم راح يعلنون عن 6 العاب جديده في مؤتمرهم، والالعاب هذه تقريبا راح تكون نيو اي بي، مو جزء جديد للسلسله موجوده الحين. وقالوا كمان انهم ما راح يعلنون عن باتل فيلد جديده او نيد فور سبيد خلال معرض اي 3، لكن مع ذلك تسرب انه راح تنعرض لعبه باتل فيلد سوات، ممكن تكون قريبه من اسلوب كاونتر سترايك يعني شرطه حراميه وكذا يعني، لكن ما راح تكون من تطوير دايس هالمره. قال كوجيما انه ميتال جير سوليد 5 ذا فانتوم بين راح تنعرض في اي 3 بشكل مختلف، وانه جالس يشتغل على عرض لها عشان ينعرض في اي 3 وراح يكون مختلف عن العروض اللي قبل، وممكن يكون في تلميحات للي صار او اللي راح يصير لسنيك وفريقه بهالجزء. لعبه ذا ويتشر 3 راح يكون لها عرض جيم بلاي مدته 45 دقيقه، اللعبه طبعا تاجلت ل 2015. لعبه ايفولف من شركه 2K راح تنعرض في اي 3، احتمال ينعرض جزء جديد للعبه جاست كوز، وعرض للعبة ماد ماكس في المؤتمر. روكستار راح يعلنون عن مفاجأة ضخمة في المؤتمر وراح تنزل في شهر مارس 2015، ممكن تكون جزء جديد للعبة بولي او ريد ديد ريدمشن او جراند ثيفت اوتو 5 الجيل الجديد، ما نقدر نقول غير ننتظر ونشوف. انا بصراحة ما في اي معلومات عن الشيء اللي راح يعلنون عنه في المؤتمر حقهم.
هذا اللي كان عندنا الحلقة اليوم. لا تنسوا اشتراك، سبسكرايب، لايك، فيفوريت، الأشياء الحلوة هذه كلها. كان معكم أنس محمود، مع السلامة.